العسكري السابق والقومي اليساري وينتا ومالا فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في البيرو متحصلا على 51% من الأصوات ليتقدم بأكثر من نقطتين على منافسته كيكو فوجيموري ابنة رئيس البلاد السابق الذي يقضي عقوبة بالسجن. ويعد فوزه ومالا انتصارا للفئات التي لم تستفد من النمو خلال السنوات العشر الماضية. وقد تعهد أومالا باقتسام ثروات البلاد بين البيروفيين، وتسببت تلك التصريحات في تهاوي الأسواق المالية التي تخشى من أن تؤدي سياسته إلى تدمير الاقتصاد. ويجسد فوز أومالا عودة اليسار إلى الرئاسة بعد حوالي 4 عقود.